السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم الحبيب. السلام ورحمة وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. لا تنسنا من صالح دعائك. وأنت الله يوفقنا وياك لكل خير. الله يبارك في حضرتك. كان في دكتور أستاذنا الحبيب هو صديق عزيز يعني سرقت المكنة بتاعته اللي هي الموتوسيكل وهو بيعمل بيها يعني. طيب. حضرتك معايا؟ سرقت ماكينة صديق عزيز وهو بيعمل فيه يعني مصدر رزقه يعني. وبعد وكان في واحد عرض عليه ان هو يديله 10,000 جنيه بس هيديله فوائد يعني هياخد فايده مثلا 19%. لا يجوز. لا يجوز طبعا. طيب لو هو شيخنا لو هو اداله 10,000 جنيه وبالمبلغ هو مع مبلغ يعني الشخص ده مع مبلغ مع 5,000 جنيه يا اخي صلى على رسول الله. انت تقول يديله 10 جنيه 10,000 جنيه وياخذهم اكثر من ذلك، هذا ربا. نعم. ما السؤال الثاني؟ طيب الثاني، طب هو معاه دلوقتي الاخ ده معاه فلوس هياخد ال 10,000 هيدي للشخص اللي معاه ال 10,000 جنيه ده الفلوس اللي معاه والشخص ده هو اللي هيشتري له الموتوسيكل وهيقول له انا شاريه مثلا ب 19 ب 20. لا يجوز. لا يجوز. ايوه لف انت تحتل حول الربا يا عالم يا اهل الاسلام يا اخي، في رب مطلع وشاهد. والله انا لا احتال ومش انا بس انا يعني المهم قل له كده يعني. بلغه قل له صنيع غير طيب يعني. خلص ليه ما بتعك الكلام لا يجوز.